مزيد من القراءة والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس. دكتور سعيد، بعد التحية، مجهودات كبيرة تقوم بها مصر لدعم الأشقاء في غزة من خلال استقبال وإدخال المساعدات الإغاثية وأيضا استقبال الجرحى والمصابين بالمستشفيات المصرية، ومن ضمن هذه الجهود إقامة مخيمين كبيرين للنازحين في خان يونس بجنوب قطاع غزة. كيف ترى هذه التحركات؟ أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. وعايزين نقول أن هذه المساعدات ليست وليدة اللحظة، وليس يعني منذ 2024، ولكن منذ اندلاع الهجوم البري الوحشي من جانب الاحتلال على قطاع غزة. والقيادة المصرية وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني لا يكل ولا يمل في هذا الموضوع. أقول لحضرتك أن احنا أول دولة يعني في العالم العربي هي اللي أقرت، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي أقر فتح معبر رفح، والوحيد اللي قال يعني قبل ما الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم وجو بايدن يتكلم على هذا الموضوع. احنا كنا بندخل أول، لو نفتكر كده مع بعض، أول 10 شاحنات دخلت في هذا المعبر كان من خلال معبر رفح. عايز أقول كمان إن أكثر من 65% من المساعدات الإنسانية اللي دخلت عبر معبر رفح لإخواننا في قطاع غزة كانت مصرية 100%، وكانت من أول المساعدات هي المساعدات المصرية. وزي ما حضرتك قلت في التقرير، كان بيوضح إن إحنا بدأنا إن إحنا ننشئ بعض المعسكرات اللي موجودة في خان يونس، وده كان المعسكر الثاني بكافة التجهيزات والدعم اللوجستي الكامل لهذه المعسكرات التي تخدم إخواننا في غزة. عايز أقول لحضرتك إن كمان في إحصائية إن في شهر 11 الماضي كانت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقول إن إحنا صدرنا أو بعتنا أكثر من 12,000 طن مواد غذائية وأدوات ومستلزمات طبية ومراتب ومياه وخيام وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى هذا إلى قطاع غزة. فأنا أعتقد أن مصر من هذه الدول. وما تنساش حضرتك أن يعني أهم مساعدة أن احنا أولى دول العالم. لو حضرتك تفتكر كده يوم 21 أكتوبر لما عملنا قمة القمم، قمة السلام اللي حضرها أكثر من 32 دولة وأكثر من 6 منظمات دولية في العاصمة الإدارية، وبدأنا صحيح. احنا أول دولة في العالم تتكلم على فض هذا النزاع بين قطاع غزة أو بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. فمصر يعني منذ البداية ومنذ الهجوم البري ومصر هي في المقدمة لعمل بعض المبادرات. وما تنساش حضرتك كمان الزيارات اللي من مختلف دول العالم، جالنا زيارات كتير جدا منذ 7 أكتوبر حتى الآن لمختلف دول العالم، رئيس قبرص، المجر، وفد من حماس، أيضا فرنسا، جميع وزير خارجية فرنسا، نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. جميع هؤلاء القادة والدبلوماسيين يبحثوا في أمر هذا الاحتلال وهذا الهجوم البري الوحشي وما يفعله هذا الكيان من القاهرة من خلال الأخذ بمشورة القيادة السياسية. صحيح. السياسية لحل هذه الأزمة. طيب، هل تتوقع فيما يتعلق بالمعطيات على الأرض أن يتم التوصل إلى اتفاق هدنة قبل حلول شهر رمضان المعظم؟ اعتقد، شوف حضرتك، احنا عايزين نقول ان هناك مثلث دبلوماسي لفض النزاع الراهن، يعني بيفرض الياته في هذا النزاع، باريس، قطر، القاهره. بدات المباحثات من القاهره، وزي ما احنا بنقول ان المبادرات بتنشا من القاهره، والقياده السياسيه هي التي تبدا بهذا الموضوع. وان احنا دايما كان يعني كنا بنتكلم عن اللي يكون في هدنه وان يكون في فض لهذا النزاع. باريس، احنا دلوقتي احنا خلاص خالص اجتماع باريس، وطبعا كان ليه نتائج كبيره ومهمه جدا، هي عوده النازحين ولكن بشكل محدد ومتدرج للقطاع، وده اللي كانت يعني رفضاه اسرائيل في هذا الموضوع، ان عوده النازحين بشكل فوري او على طول. ولكن يعني من ضمن النتائج ايضا ان حماس قررت او سمعنا ان هيكون في عوده النازحين لهذا القطاع، ولكن بشكل تدريجي.
وكمان قلنا يعني او طلع اجتماع باريس ايضا في هذا الموضوع ببعض الـ 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 يعني الـ تبادل الاسرى او صفقه لتبادل الاسرى اسرائيلي في مقابل 3 فلسطينيين، وده في حد ذاته تقدم كبير جدا في هذا الاجتماع. هياتي بعد ذلك قطر واجتماع قطر، واسرائيل ارسلت وفد اسرائيلي الى قطر حاليا موجود لعقد هذا الاجتماع، هيكون فيه الولايات المتحده الامريكيه، هيكون فيه ايضا قطر ومصر وبعض من وفد حركه حماس. فانا اعتقد ان بعد باريس وقطر هتاتي مرحله القاهره، والقاهره اعتقد ان هيكون فيها الرسم او التوضيح للمخطط الجديد اللي قالوا عليه في باريس في اجتماع باريس، ان هناك مخطط جديد ومحدث لصفقه اطلاق الرهائن اللي موجودين لدى حماس. فانا اعتقد ان في القاهره سوف تتم هذا المخطط، وسوف تصدر هذه الاتفاقيه من خلال ان احنا نبدا يكون في تهدئه، واعتقد ان هيكون ان شاء الله قبل شهر رمضان الاستدامه في الوصول للمساعدات الانسانيه، وده اللي بياكد عليه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في وسياده وزير الخارجيه ايضا سامح شكري في جميع اللقاءات الخاصه به، ان لابد من الاستدامه في المساعدات الانسانيه لوصولها الى اخواننا في غزه. صحيح. دكتور سعيد الزغبي استاذ العلوم السياسيه بجامعه السويس، اشكرك جزيل الشكر.